السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. حلقه النهارده حلقه مهمه جدا لكل الناس المبتدئه اللي حاليا هنقعد بقى نعيش في نفس البدايه كل مره. لا مش نفس البدايه، بصوا هي الحلقه دي مهمه للناس اللي ما عندهاش مهارات. اتكلمنا بك عن الناس دي، ولكن المره دي احنا بنتكلم بشكل متعمق اكتر عن الناس اللي فعلا ما عندهاش مهارات خالص، الناس اللي مش فاهمه في اي حاجه. مش اقصد شتيمه، بس فعلا في ناس مش عارف حاجه خالص. في ناس لو اتلال الاستراتيجيه كده على طبق كده، اتفضل اهي قدامك اهي، اتفضل انت المفروض انك ايه تبدا تعملها، تبدا انك تشتغل. لك لا انا مش هعرف، يعني انا شرحت لك بالتفصيل ممل، شرحت لك في 50 فيديو، يعني ابدا. لا مش هعرف. اوكي طيب، الناس دي ناس خاصه، ناس هشتم والله، ناس مش عارفه انها تعمل اي حاجه، ناس مش عارفه انها تتقدم، ناس مش عارفه انها تعمل اي حاجه في حياتها غير انها قاعده على الفيسبوك، قاعده على السوشيال ميديا، قاعده على الحاجات دي كلها بساعات طويله. طيب انا النهارده جبت لك طريقه انك ازاي تكسب من الفيسبوك، من السوشيال ميديا، وبقعدتك الساعات الطويله دي تقدر تحقق منها فلوس عن طريق الموقع بتاع النهارده. ايه الجمال ده والله، ان انا صداع من كتر العظمه يا جدعان. موقع النهارده موقع بسيط جدا، الموقع ده كل فكرته انك بتعمل لايك شير، بتعمل هو حاليا مفتوح فيه الفيسبوك والتويتر. بيقولوا او يعني كلام اتقال انه موقع قريب ان شاء الله هيزود طرق تانية وهيزود حاجات تانية انك تقدر انك تستفيد منها، يعني مثلا حاجه زي الانستغرام، ممكن يزود لايكات انستغرام، ممكن يزود فولو على الناس في انستغرام. هو حاليا المفتوح فيه اللي تقدر تكسب منه هو فيسبوك وتويتر، تمام. ممكن تستفيد من حاجات تانية، ولكن يعني مع الوقت هتلاقي الموقع هيتطور اكتر واكتر طول ما هو بيتشهر اكتر. ولكن يعني دي حاجات فعلا، دي خطط مستقبليه حقيقيه موجوده في الموقع، فان شاء الله نشوف الخطط دي متنفذه. طريقه ربح الموقع ده سهله جدا، بسيطه جدا، كل عليك انك هتعمل اللي قدامك حالا. هتفتح على طول الموقع، واجهه الموقع قدامك بسيطه جدا. هتخش على، هيقول لك مثلا اعمل ساين ان فيسبوك ولا تويتر، هقول له مثلا تويتر، انا عايز اعمل ساين ان بتويتر. دخلت على ساين ان بتويتر، لقيت قدامك على طول يقول لك اعمل فيفوريت، اعمل ريتويت، اعمل اي حاجه، اعمل فولو للشخص ده وهتكسب نقط. كل ما تجمع نقط اكتر كل ما فرصتك في الفوز اكتر. لا كل ما تجمع نقط اكتر، لما تجمع 10000 نقطه بتاخد 1 دولار. تقول لي 10000 نقطه كتير، 10000 نقطه كتير قوي، ايه ده انا لسه هجمع 10000 نقطه؟ ده رقم ضخم. لا الموضوع سهل جدا. بص قدامك كده هتلاقي الموضوع سهل، لايك فيفوريت مش عارف ايه ريتويت كذا كذا كذا، وبتعمل ريفرش تلاقي النقط اتحسبت 10000 نقطه. انت على الاقل في اليوم الواحد ممكن تجيب 5000 3000 4000، ده على الاقل. ده في تويتر. اما فيسبوك الموضوع مختلف شويه، هتخش على الفيسبوك دلوقتي، هتعمل اللي قدامك ده حالا، وبعد كده هتروح على جيت اكسس توكن، هتخش عليها وهتكتب الفيسبوك بتاعك والباسورد. انا بس بوضح لك النقط بالفيديو قدامك عشان ايه ما تقعدش تقول انا مش عارف اعملها، لا دي ما عرفتش اعملها. الفيسبوك عامه، الفيسبوك بيبقى حاجته اكتر، الفيسبوك الحاجه اللي موجوده فيه اكتر من تويتر. الفيسبوك عامه يعني مش هقول لك اشهر من تويتر، ولكن فيسبوك في ناس اكتر، الناس على الفيسبوك معتبرينه اسهل من تويتر اكتر يعني. هتلاقي على الفيسبوك. طيب وبعد ما عملنا ده كله، يعني طبعا الربح من الفيسبوك نفس الطريقه بالظبط، لايك شير مش عارف ايه فولو اد الكلام ده كله ده موجود. طيب يعني دلوقتي احنا عارفين ازاي نكسب الموقع، طب ازاي نسحب ارباحنا؟ هتخش على كلمه كاش مكتوبه فوق قدامك، هتخش عليها هتلاقي قدامك اد نيو كاش، هتحط في اول موقع خالص بيقول لك حط رقم الفودافون كاش بتاعك. الموقع ده طريقه السحب فيه فودافون كاش، تمام. هتقول لي لا طب انا عايز اسحب عن طريق حاجه ثانيه، انا مش من مصر اصلا وعايز اسحب عن طريق حاجه ثانيه. هتروح على الصفحه اللي هسيبها لك في الفيسبوك، الصفحه دي بتديها فودافون كاش وتديك اي عمله ثانيه، تديك باي بال، تديك بيتكوين، تديك باير، تديك بايزا، تديك اي حاجه، تديك بايسيرا. صفحه وسطنا هتلاقيها في الوصف، اتكلمنا عنها 50 مره قبل كده. يلا طيب دلوقتي جينا للسؤال المهم، هل الموقع ده هينصب؟ هل يعني الموقع بنكسب منه بسهوله؟ الموضوع سهل جدا، تفكرك بالجي بي تي. طيب الموقع ده بيكسب عن طريق ايه؟ الموقع ممكن يكسب عن طريق حاجات بسيطه جدا. هي الفكره كلها انك ممكن لما يشهر نفسه موقع كده اتشهر وبقى حلو خالص، هيجي له ناس، او حاليا بيجي له ناس، الناس دي تقول له انا مثلا صاحب مسابقه للربح ايفون اكس، وليكن يعني ده صاحب مسابقه هيكسب فيها ايفون اكس. المسابقه دي صاحب المسابقه هيديله فلوس، هيقول له اشهر لي المسابقه دي، خلي الناس تثق في المسابقه دي، المسابقه حقيقيه وكل حاجه تمام، ولكن انا عايز مصداقيه، عايز ازود من مصداقيه المسابقه، اديني 200 ريتويت على مش عارف كام، 500 فيفوريت على كذا مش عارف ايه. اما الشخص اللي عايز يشترك في المسابقه دي يلاقي موجود كميه الريتويتات دي، موجود كميه الفيفوريت دي، فبالتالي هيبقى في حافز اكبر كتير عن ان هو يسيبها ويعدي، ولا يعمل لها ريتويت يبدا يشيرها اكتر. هي الفكره في كده، تمام. يا
الناس بتدي لهم فلوس عشان يشهر لهم البوستات، يشهر لهم الاكونتات بتاعتهم، يشهر لهم الحاجات دي كلها. بس هي دي فكره الربح الموقع. انا كده فهمتك انت ازاي هتكسب وهو ازاي بيكسب، عشان بس الناس ما تجيش ايه تتحاير في الكومنتات وبس كده. شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر. اتمنى اوصل الفيديو ده ل 500 لايك، يعني كل عليك انك بس تدعمني بضغط على لايك دلوقتي. ما بقولكش اعمل في اول فيديو لايك عشان الراجل محترم، فاعمل لي لايك دلوقتي لو انت راجل قعدت لاخر فيديو، فاعمل لايك للفيديو. اشترك في القناه كنت عمال تشوفني، اكيد انت اول مره تشوفني اصلا، اشترك في القناه بس كده. شكرا جدا ليك على مشاهده الفيديو للاخر، اشوفك ان شاء الله باذن الله في الفيديو اللي جاي. سلام.